قادمة تسر الرعاية والدعوات الصالحة والتوفيق والاستقرار النفسي في الحياة العائلية والأسرية والزوجية. قال سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أما المكان إن كان فيه اتساع فيفسر بالفرج، ورؤية العمات في المنام صلة أرحام. قال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وذكر الله سبحانه وتعالى فسر بنصرة الذنوب، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا والعلم عند الله.